السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ دي يا جماعة بعد ما وصلنا مرسى مطروح دلوقتي دي شقتنا، هنوريها لكم وعاملين لكم روتين في الشقة. شقتنا اللي في مرسى مطروح، اللي مشافش الفيديو اللي فات يروح يشوفه، كان تجهيزاتنا للسفر ووريكم طريق مرسى مطروح، متكرر مرسى مطروح. وده بعد ما وصلنا اهو، بعد ما طلعنا في الاسانسير، احنا في الدور التاسع زي ما انتم شايفين كده. هما كانوا سبقوني بقى جنة وتوتة، سبقوني في الاسانسير لان الاسانسير ما بيشيلش حمولة كبير. دي اول اوضة زي ما انتم شايفين اهو، فيها سريرين وفيها دولاب وفيها شباك، بس الشباك دوت مش على البحر. هوريكم بقية الشقة بقى وهوريكم البحر ومنظر البحر من الشقة. دي الصالة، جنب الأوضة الأولانية في المطبخ، يعني في حاجات بسيطة كده، فيها الغسالة وفي بوتاجاز وفي بقى الحاجات الأساسية بس، حلل وكده وحاجات وأطباق وكده، حاجات أساسية يعني. وفي كوبايات، ده المطبخ، هو مش كبير قوي بس حلو. ودي السفرة زي ما شايفين كده، وفي شاشة. ودي بقية الصالة، فيها تلاجة وفيها طقم أنتري كده. ودي البلكونة بقى، شايفين المنظر الجامد، منظر روعة، منظر البحر. احنا في شارع الاذاعه والتلفزيون، عشان زي ما انتم شايفين كده اسمه شارع الاذاعه، يعني اوله يقول اذاعه والتلفزيون بتاعه مرسى مطروح اهو. المنطقه دي اسمها العوامه، لا يا ربي، شارع البحر او شارع اسمه ايه جن إزاعة. شارع الاذاعه، شارع الاذاعه. احنا كنا برج المراج. ده الحمام اهوت، عشان دلوقتي احنا هنعمل لكم جوله في الشقه بتاعتنا. وفي كمان اوضه اهي فيها سريرين برضو، وفيها دولاب وفيها شباك كبير على البحر، منظر البحر روعة بجد، منظره حلو قوي. وبالليل بيبقى جامد، هجيبه لكم برضو البحر بالليل بيبقى عامل ازاي. احنا جينا في وقت مرسى مطروح اصلا يعني ما فيهاش ناس كتير، لان امتحانات الثانوية العامة احنا عارفين ان هي لسه بادئة، فما فيش زحمة في مرسى مطروح اليومين اللي احنا جينا فيهم دول. ودي اوضتي اهو، وده الدولاب اللي انا هرص فيه الحاجة بتاعتي، وعليه بقى شباك برضو، في شباك كده كبير على البق بيوريك البحر زي ما انتم شايفين كده. زي ما قلت لكم خليكم معايا، هوريكم البحر برضو بالليل. النهارده هقدم لكم جوله في الشقه، واول روتين لينا في مرسى مطروح. ده اول يوم زي ما انتم شايفين كده، خرجنا حطينا حاجتنا ورتبنا الدولاب وكده، وخرج وفطرنا وخرجنا بقى عشان رايحين على البحر. هندخل النهاردة عشان اول يوم البحر اللي قدامنا، يعني مش هنروح مكان بعيد. زي ما انتوا عارفين ان شارعنا عمارتنا على البحر على طول، يعني يعتبر تاني نمرة على البحر، بس قريبة جدا البحر، يعني بينا وبين البحر مسافة قليلة قوي، او زي ما شايف البحر قصادنا اهو. فخرجنا حاولنا على المحل ده عشان بقى نشتري عوامات، هنشتري عوامات وهنشتري، احمد اشترى مسدس البحر، مسدس المية، رشاش اسمه رشاش رشاش المية بتاع البحر ده. وانا كنت عايزة شبشب، عشان نسيت اجيب شبشبي من هنا، فقلت اجيب شبشب انزل بيه البحر. وبابا اشترى شبشب، وبابا جانا اشترى شبشب، واشترينا عوامات، واشترينا بقى ايه شيبسيات وحاجات كده من عند المحل ده. ونور اشترى كورة، اشترى كرة عشان البحر، عشان نلعب بقى في قلب المية. بص اول يوم وشنا كان حلو ازاي، من اول يوم بقى ما نزلنا البحر ورجعنا وشنا بقى هما استعجلوا، لان احنا دلوقتي كنا الصبح وفي صيدلية قدامهم، بس كسلنا نسيوا خالص يجيبوا اي سان سكرين دوت يحطوه على وشهم، اي ماسك سان بلوك اي حاجة يحطها على وشهم. وانا محذراهم وعارفين، لان كل مره كان بيحصل لهم نفس الحاجه، واقول لهم لازم تحطوه من اول يوم. وبعدين جينا بالليل وشهم كان بايظ خالص بعد ما طلعنا من الميه، ورحنا الصيدليه، الدكتور في الصيدليه قال خلاص بقى المفروض يتحط من اول يوم لان وشهم كان التهب. شايفين ده اول روتين لينا اهو، اول يوم مقدم لكم روتين اول يوم لينا في البحر. بس ده ما نزلت، بس المياه نزلت اهي، وانا هنزل دلوقتي. دلوقتي في رومل، المنطقه دي كلها اسمها رومل، يعني الشواطئ دي كلها شواطئ رومل، في شواطئ كتيره جدا على فكره. المياه نظيفه جدا فيه وجميله، المياه حلوه قوي اصلا، مياه مطروح معروفه ان هي حلوه يعني، ميته صافيه وجميله. الرشاش اهو بتاع احمد، انا واخده ان احنا كل سنه، يعني المره اللي فاتت اشترينا اللي هو المسدس العادي ده، برضو بيتعمل كده، بس ما شفتش الرشاش ده قبل كده، يعني ما باخدش بالي من وسه.
هو احمد بقى فرحان بيه قوي، مع انه كان عنده مسدس سابه في البيت واشترى ده جديد. دي المنطقة اللي احنا فيها، ده الشاطئ ده قصاد العمارة بتاعتنا بالظبط، اسمه شاطئ العوية، شاطئ ايه؟ روميل. روميل، شاطئ روميل. وده مبنى الإذاعة والتلفزيون، دي شبكة الإذاعة والتلفزيون، وده الشاطئ اهو. زي ما قلت لكم مفيش زحمة لأن احنا جايين في وقت امتحانات. احنا كنا اصلا احنا وصلنا الساعة 7 الصبح، غيرنا ونزلنا، غيرنا ورسينا حاجتنا ومش عارفة انزلنا، كانت الساعة تقريبا 8:30، ما جاتش 9. بس الدنيا كان الوقت بدري قوي، ما كانش فيه زحمه اصلا، وفضلنا قاعدين في الميه لحد العصر، ويمكن بعد العصر كمان، يعني كل شويه ناخد ريست وننزل الميه. يعني العيال بقى فرحانين بالميه عشان اول يوم وما شفناش الميه بقى لنا كتير بقى. فضلنا بقى وشنا بايظ، فضلنا قاعدين من الصبح لحد العصر على في البحر وعلى الشاطئ وكده، اجرنا شمسيات طول الظهريه اصلا في البحر، محدش قاعد على الكراسي. احنا اصلا انتقمنا من البحر في اول يوم، زي ما انتم شايفين كده البحر لونين سبحان الله. يعني انا اول مره يعني ما شفتش شواطئ قبل كده حتى في اسكندريه، يعني هو نفس البحر المتوسط، يعني هو البحر كله لون واحد، لكن في مرسى مطروح البحر متقسم كده كام لون. اللون اللي احنا فيه دوت اللي هو لون يعني باهت شويه، واللون اللي هو الازرق الثاني الغامق ده غويط بقى، يعني قريبنا اخركم لحد الخط اللي هو ده، شايفين الخط اللي في النص، الخط اللي هو ده، اه ده غويط اللي بيعرف يعوم بقى كويس. انما طول ما انت في الناحيه اللي هي دي بتاعتنا ديك الباهته دي اللي هو الازرق الفاتح، فده تمام يعني. وفي برده شواطئ تانية متقسمه 3 الوان، هنوريكم شواطئ تانية كتير. احنا ان شاء الله هنروح بكرة شاطئ الغرام، وهنوريكم شاطئ الغرام يعني حلو قوي، خليكم معانا. الناس اللي مش مشتركة تنزل تشترك عشان يوصلكوا اول ما ننزل الفيديو الاشعار يوصلكوا على طول. هنروح شاطئ الغرام وهنوريهولكم، وهنروح الشاطئ الابيض، وهنروح حمام السباحة، وهنروح القرية البدوية، وهنروح شاطئ القوات المسلحة، هنروح في اماكن كتير ان شاء الله. ده بقى الدنيا بدات ايه تليل كده شويه، بيت جنه اهي، لا مش جنه دي، بيت شمس، دي شمس، اه شمس. بدانا بقى ايه ان احنا بقى مش نزهق، يعني تعبنا لان جايين على سفر، السفر من القاهره وهناك 8 ساعات في مرسى مطروح، يعني خلاص بقى كنا تعبنا. ده المغرب كله كان نايم اصلا. بص يا جماعه احنا جينا كله دخل خد دش وايه بقى غسل المايو بتاعه، وعلقناه كده في البلكونه في حبال. عايزه اوريكم منظر من البلكونه تاني اهو، وعلقنا كل حاجتنا نشرناها حلو علقناها دي. وبص بقى كله دخل نام، فانا كانت الشقه مليانه رمل، فانا رحت جايه كنس الشقه وخليتها زي القشطه وزي الفل، ما صورتش بقى وانا بنضف، فايه جبت لكم كده الشقه نظيفه بعد ما كنست الرمل وكنست كل حاجه، جبت لكم وكله دخل نام. وانا ما كانش بصراحه جاي لي نوم لان شربت قهوه كتير وشربت نسكافيه طول النهار، اشرب في قهوه ونسكافيه، فالنوم راح من عيني خالص، برغم ان انا ما كنتش نايمه بقالي يومين يعني، وفي ما بعرفش انام في الطريق كمان في الباص او كده. وانا برده ما نمتش في الطريق. انت دخلتي نامي بقى، نمتي ساعتها كله نايم وسابوني قاعده لوحدي، فقعدت فتحت التلفزيون كده وقعدت بقى ايه. كان المغرب اذن بقى خلاص اهو، زي ما انتم شايفين ده منظر البحر بقى بالليل، فانا صحيتهم وطلبنا اكل علشان بقى نتغدى ونخرج نشوف هنروح فين بقى بالليل. بص طلبنا اكل، طلبنا فراخ، قلنا بقى ايه ابسط حاجه كده فراخ، ف طلبنا فراخ ومعاها الرز بتاعها زي ما انتم شايفين كده، فراخ مشويه مع رز بسمتي وخضار، طلبنا كده كذا باكت خضار، كانوا جاعوا بقى من البحر وكده، وكنت جايبه لهم الصبح سندوتشات بس البحر بيتجوع بصراحه عايز اكل كتير، فاعملوا حسابكم اللي نازل البحر ياخد معاه اكل. وهنا بقى ايه كنا اتغدينا وخلصنا غدا، فنازلين بقى خارجين في الجماعه يقول يلا نروح اسكندريه اللي هو شارع اسكندريه موجود في مرسى مطروح. لا بس ما رحناش عشان كنا تعبانين، كنا تعبانين، وبعدين كان الوقت بقى خلاص بقى العشاء اذن مش عارفه، قلنا نروح شارع اسكندريه ده من المغرب يعني يوم يكون بدري كده نروحنا مرتين. دلوقتي بقى احنا خارجين قلنا هنتمشى، كنا تعبانين اصلا مش قادرين نمشي عشان على سفر، فقلنا نتمشى قدامنا كده على الكورنيش، وقلنا تعالى نروح ايس كريم عزة، المحل ده قدام بيتنا برضو كده قدام شوية على البحر يعني.
زي ما شايفين كده، قلنا هنروح هناخد ايس كريم وبقى نشوف هنعمل ايه، نتمشى كده نروح لحد السيرك. في سيرك برضو قدامنا في نفس الشارع ده، ده ايس كريم عزة قدام البحر على طول، يعني تعدي الناحية التانية تلاقي البحر قصادك كده على طول. ايس كريم عزة ممكن تطلبوا الاوردر وتاخدوه وتمشوا، وممكن في كمان قاعدة ترابيزات وكده وتقعدي تاكلوا فيها، فباختياركم يعني. خدنا المنيو اهي، كنا لسه بنختار. هو نضيف بصراحة وطعم الايس كريم جامد، وعلى فكرة اسعاره حلوة قوي، يعني اسعاره رخيصة وحلو، بيبدأ من 15 جنيه، يعني 15 جنيه بيقضي الفرد جدا. والله كبير، الواحد اصلا ما بيقدرش يخلصه. بالنسبة لحب الايس كريم، الايس كريم قوي يعني، ممكن ياخد الاكبر منه، هو كويس متوسط من 15 لحد 100 جنيه. اه لا وقفي اكتر، اللي هو التاني البوله الكبيره قوي دي بالمكسرات بتاع بوكس العائله ده، في اغلى من كده. وعنده كمان رز بلبن، وعنده ام علي، وعنده حاجات كتير مش الايس كريم بس، وعنده نكهات بقى وحاجات مختلفه. في البوله الازاز الكبير الكبيره دي بيحط لك كذا نكهه في تبقى في 60. هم اختاروا بقى حاجه، كل واحد اختار النكهه اللي هو عايزها. انا اخترت بنكهه مشكله، عملي ميكس كده، كلنا عملنا حاجه ميكس كده، فانيليا على شوكولاته. بصوا عنده فانيليا على شوكولاته، على ليمون، على اسمه ايه مانجا، والتانية ده فراوله. عمل لي من كله، كل الحاجات دي عملنا كلنا. بصوا ده احنا قاعدين اهوت، وهوريكم شكل الايس كريم بتاعه اللي هو ب15 جنيه. انا قلنا نجرب، انا ماليش في الايس كريم قوي على فكره، يعني ما بحبهوش قوي، عادي بالنسبه لي، في ناس بتعشقه بس انا عادي بالنسبه لي الايس كريم، يعني ما بحبوش قوي. انا برضه ما بحبوش قوي. احمد بيحبه قوي هو وطوط. بص هوريكم بقى شكله ب15 جنيه دلوقتي، يعني يقضي الكبير، حتى الفرد الكبير بيقضيه، يعني كبير، يعني ما تفكروش ان هو ب15 جنيه يعني حجمه قليل. اهو بصوا قد ايه حلو، يعني اهو اللي عايز باي نكهه بيحط له، واللي يقول له اعمل لي كده خليط من كله كده بيعمل. خدنا الايس كريم بقى، في قاعده اهي ورانا اهي زي ما انتم شايفين، ممكن تقعدوا على الترابيزات وكده في خدمه، لكن احنا حبينا ناخد الايس كريم ونروح على البحر. واحنا بنتمشى على البحر بقى لقينا ده السيسي، ممكن تركبوه تاجروه يعني، وممكن تصوروا معايا وكده. كنت بقول لاحمد تعالى احمد اركبه، بس احمد خاف منه ما رضيش يروح يركبه ومستغربه. بص اهو الراجل كان بيشده بالعافيه عمل ما صورناه جنبه، وكان معاه الايس كريم اهو خايف، قلت له اركبه وصورك عليه. الراجل اصلا عمال يقول حط ايدك عليه، مش راضي، مش راضي يحط ايده عليه، خايف منه. بص لا بيقول لا. بص دي بقى مرسى مطروح بالليل، المنطقه اللي احنا فيها هاديه هاديه خالص، وزي ما قلت لكم الوقت اللي احنا رايحين فيه وقت هادي، الثانويه العامه بتمتحن والجامعات لسه ما خلصتش، فالدنيا هاديه خالص. كل الناس اللي هناك قالوا لنا بعد العيد هتبقى زحمه، بعد العيد وبعد ما الثانويه العامه تخلص هتبقى زحمه جدا، والاسعار هتبقى اغلى كمان. فالوقت اللي احنا رايحين فيه ده وقت كان فيه هدوء والاسعار حلوه وكل حاجه تمام. ومرسى مطروح والله بجد ناسها طيبين قوي، يعني كل الناس محترمه وطيبه اللي احنا تعاملنا معاهم، اهل مرسى مطروح يعني ناس طيبين قوي. فدلوقتي احنا بنتمشى على الكورنيش زي ما انتم شايفين كده، اكلنا الايس كريم والعيال جابوا شيبسي مش عارفه ايه. فزي ما قلت لكم في سيرك جنبنا كده، ف ايه هنروح عنده. وكمان احمد اجر اسمه ايه يا جنه، بيت شباك اجره، بس انا ما لحقتش اصور بقى، كانت الكاميرا فصلت الكاميرا كانت اتفصلت ومعرفتش اصوره. بيتش باك ده كان عند السيرك، ساحه كبيره كده وبيتاجروا، برضو بيبدا من احجام صغير، من حجم صغير لكذا حجم كده على حسب بقى الشخص اللي بيأجر صغير ولا كبير. بس بصراحه اصلا ما بحبوش، وكنت خايفه على احمد وهو راكبه، احمد راكبه لوحده وانا كنت خايفه عليه قوي، بس ما صورتش بقى عشان الضوء كان بتاع الكاميرا عندي كانت عايزه تشحن. وده الطفطف اهو، الطفطف هنا كتير قوي، هيا جنة طفطف كتير، كل شوية عدي طفطف كده بيلف بك المدينة بحالها. وتقريبا وصلت مواصلات هناك، بيوديكي عند سوق ليبيا وشارع اسكندرية، بيروح في كل حتة تقريبا، وصلت مواصلات لان في كذا طفطف، وكمان بيروح اماكن كتير. وهنا شايفين ده واحنا ماشيين، بس احمد كمان برضه احمد خايف منه، خايف منه احمد ابني، خايف منه. هو كان بيوزع ورقه عشان السيرك والافتتاح، الحفلات بقى هتبدا، حفلات الصيف بتاعت السيرك هتبدا، هو بيوزع ورق اللي هو دعوه للحفله، لحفلات السيرك الايطالي.
زي ما انتوا شايفين كده، وكان مشغل ميوزك، واحد معاه كان مشغل ميوزك وهو بيفرق الورق وكان عمال يرقص. واحمد برضو خايف منه، قلنا له تعالى نصور معاه، مش راضي، والناس فضلت تصور معاه بس احمد مرضيش يتصور معاه. اهو زي ما انتوا شايفين كده، ده كان اول يوم لينا في مرسى مطروح. تابعونا وخليكم معانا لان هنروح اماكن كتير زي ما قلنا لكم. بكره ان شاء الله هنروح شاطئ الغرام وهنصور لكم هناك جوله كامله في شاطئ الغرام، فخليكم.